أكثر ما تستعمل مع إيتاء في شرطها وجوابها الفعل الماضي. قد يأتي بقليل، الشرط والجواب يأتيان فعلين مضارعين أو أحدهما ماضيا والآخر مضارعا، وهو أقل من مجيء الماضي في الشرط والجواب. ولذلك حتى في القرآن أكثر ما جاءت إذا في شرطه وجواب وهما ماضيان، القليل جاء بالمضارع، وإذا مروا بهم يتغامزون، مروا ماضي يتغامزون مضارع، هذا من القليل. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك تعجب فعل مضارع من القليل. والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع كما قال الشاعر، وإذا ترد إلى قليل تقنع، الماضي الشرط والجواب وردا مضارعين. بعضهم منع ذلك، ولكن هذا غير صحيح، لأن الكثرة هي نسبة عددية ولا تدل على أن الأقل غير جائز. لا، عندما نقول الكثير كذا يعني معنى ذلك أننا لا نلغي القليل، يعني هي نسبة عددية فقط. في بعضهم قال لا يجوز، لا يجوز، لكن الأكثر إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاءت في الماضي. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة أيضا، وهكذا كل في أكثر المجيء الماضي في شرط إذا وجوابها.